مشاهدينا مكملين معكم من مهرجان جرش، وفي هاي الحلقة من بيت للكل اللي بنقول لكم فيها الاحتفالات وكل معاني المهرجان. هاي الفقرة رح تكون غير لأنها رح تكون مع صوتين حالمين عادوا لنا جميعا الشغف بموروثنا الثقافي والموسيقي وفكرنا العربي الأصيل من خلال الكلمة المتجذرة في وعينا واللحن اللي بيعبر عن مكنونات الروح. معانا ومعاكم الفنانة ميس حرب وكمان الفنان المصري وائل الفشني. تشرفنا واهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة. شكرا. يعني صوتين اصيلين ومميزين. شكرا. نورتونا. نور ابو شكرا. بعد الكلام اللي ذكرته ياسمين عن اصواتكم المهمة، نبدا السيدات اولا دائما نتحدث عن هذه المشاركة الاولى في مهرجان جرش، كيف كان الانطباع وكيف كان الدخول لهذا المهرجان الكبير؟ صحيح، هي أول مشاركة بمهرجان جرش. هذا المهرجان العريق اللي له تاريخ مهم واللي أنا من زمان أكيد كنت بتمنى وإني غني بهذا المسرح. إجت المشاركة كافتتاح، كمان زادت للقيمة تبع المشاركة قيمة أكبر، واللي كمان عطى أكثر خصوصية للمشاركة وبالنسبة لي هي أني كنت ضيفي على فرقة رم مع الأستاذ طارق الناصر اللي أنا شخصياً كثير بحبه ومن زمان ومتمنية التقي فيه وبعرف أنه رح التقي فيه، بس ما توقعت أنه أول لقاء لي يكون معه بجرش. بالإضافة لهيك الأساتذة اللي تشاركت معهم المسرح وائل الفشني والأساتذة الثانيين اللي أسعدوني شخصياً وفناً، يعني كانوا كثير رائعين واللقاء جميل جدا. هل كان في اغاني مشتركه؟ انا ووائل غنينا اغنيه مشتركه اللي هي محلى الفصحى يا عين، معروفه بسوريا عنا جدا، وتشاركنا المسرح بهي الاغنيه وهو غنى اغنيات ثانيه وانا غنيت اغنيه.